أقف الآن أمام المسجد القبلي. بالفعل المنظر هنا يقول أن زلزال ضرب المسجد القبلي، لكن ليس زلزال، هي معركة تم تحاول شرطة الاحتلال القوات الخاصة تدمير المسجد القبلي عن قصد. تم خلع أحد الأبواب، تدمير الأبواب، تدمير الزجاج. هذا مكان يعني أثري، كل قطعة هنا تتحدث عن زمن، تتحدث عن تاريخ المقدسيين. هذا ليس الزلزال، ما زلنا نشعر بقوة الغاز المسيل للدموع وأيضا بالدخان الذي تصاعد من داخل المسجد القبلي. هذه هي صورة الحال هنا، المقدسيين يحاولون تنظيف المسجد القبلي بقلوبهم. هذا هو الباب الذي تم خلعه من قبل القوات الخاصة الإسرائيلية لاستهداف المعتكفين ومن يقفون داخل. تم تدمير، يعني هناك مشاهدات من المقدسيين، هناك غضب من المقدسيين لما حدث هنا في المسجد القبلي لليوم الثالث على التوالي، اليوم 15 أيلول، هذه الأيام السوداء التي تحل على مدينة القدس. هنا من المسجد القبلي نقول لكم أن هناك محاولة عن قصد لتدمير المسجد القبلي. هذا ما تروه في أم عينكم، انظروا انظروا بقايا الزجاج. معنا لمياء إحدى السدنة، ونتشرف بلقائك لمياء. دعينا في صورة الوضع، ماذا حصل هنا؟ هل هناك زلزال ضرب المسجد القبلي؟ ليس، لو كان زلزالا لنقول انه بيد رب العالمين سبحانه وتعالى، ولكن هذا بيد ألد الاعداء، اعداء دين، اعداء خلق، اعداء شعب، اعداء ارض، اعداء اخلاق، كلهم اعداء اجتمعوا في شخص واحد وهو الاسرائيليون الصهاينه المعتدين الاثمين علينا الى ابد الابدين، والنصر من عند الله وثابتين. هم يدمرون ونحن نعمر، هم يزبلون ونحن ننظف، ولا نأبه ولا نخاف ولن نركع باذن الله. لليوم الثالث على التوالي نجد المقدسيين هم يهبون بمجرد السماح لهم بالدخول الى المسجد الاقصى لتنظيفه، وتعود المعركه ثاني يوم. نحن نعتذر لان هناك بقايا من الغاز فعلا حارقه. هل تعرضت للتخويف للترهيب بما أنك أحد السدنة وأحد حراس المسجد الأقصى المبارك؟ وبكل فخر أقولها، أول يوم اللي هو يوم الأحد منعت تماما من الدخول ولم أدخل فعلا. في اليوم الذي دخلت واليوم بالذات تعرضنا للترهيب على سطح صحن الصخرة، هجمت القوات علينا يريدون إخافتنا حتى يحشرونا في المكتب، لأنه تعرض معظم شباب الأقصى للضرب والضرب المهين، ولكن ثابتون وبعون الله النصر لنا. شكرا لمياء.